السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة رقم 2 في وورد بريس. دلوقتي بقى إن شاء الله عاوزين نعمل اللي إحنا نحجز الفري هوست. إحنا المرة اللي فاتت عملنا فري دومين، دلوقتي بقى نبدأ في خطوة الفري هوست. هنروح على جوجل وهنكتب عليه انفينيتي فري دوت موقع بيديني انفينيتي فري دوت نت بيديني اللي هو فري هوست. هتبدأ على تسجل عليه، تعمل ريجستر وتسجل عليه، تدخل البيانات بتاعتك. بعد كده بقى هيحولك تلقائي بعد ما تسجل، ويبعت لك ايميل على الجيميل بتاعك اللي تم التسجيل، ويبعت لك لينك اللي انت تضغط عليه هتتحول للبيج دي اللي هي فيها الاكونت بتاعك. خلاص بعد بقى ما تدخل على البيج هنا هتروح على الاكونت هنا وهتضغط نيو اكونت. شايفين الجزء اللي هنا ده؟ الجزء ده اللي احنا هنشتغل عليه. اول حاجه عندك في حاجه اسمها هنا النيم سيرفر، اسم السيرفر اللي احنا اللي هو بيشتغل عليه. عنده بيديني اثنين سيرفر، اسمين للسيرفر ان اس 1 والان اس 2. هنا اول الخطوه اللي احنا محتاجينها هنا بالظبط اللي انت لازم تدخل الدومين. الدومين ده اللي انت عملته المره اللي فاتت كان فين؟ كان في هنا ده اللي هو الام اس اي تي دوت ام ال، ده اللي احنا عملناه في الحلقه اللي فاتت. هناخده كوبي وهتبدأ تدخله عندك في الجزئية هنا دي كده كنترول بي، ونقول له كرييت اكونت. لما بدأ بيفتح لي كرييت اكونت وشايفين طلع لي رسالة ايرور اللي ده اسم السيرفر نيم هنا مش مطابق للي هو في الدومين اللي موجود عندي هنا ده. طب نعمل حاجة زي كده ازاي؟ هروح على الدومين ده ونبدأ نعمل له مانج، نبدأ نشتغل عليه. او هنا كده مانج دومين، تضغط عليها من هنا وهتبدا تغير فيه اسم السيرفر بتاعه، اسم السيرفر نيم. بعد ما دخلنا هنا على المانجنج ام اس اي تي ام ال الدومين بتاعنا، شايفين مانجمنت تولز هتضغطوا عليها هنا، في هنا مكتوب حاجه اسمها السيرفر نيم سيرفر، هتدخل عليها هتختار الاختيار اللي تحت دوت، تعمل لها كاستم، بدا يطلع لي اكتر من اسم السيرفر. طب الاسامي دي انا اجيبها منين وادخلها ازاي؟ هروح هنا على الموقع اللي احنا كنا بنحجز عليه فري هوست، وناخد الاسامي بتاعت السيرفر نيم من هنا كوبي ونحطها هناك في الموقع التاني اهو. هناخد ده كوبي، هتروح هنا وتضغط وتكتب هنا، والتاني برضو بنفس الطريقة بالظبط، هتاخدها برضو اسم السيرفر التاني دوت هنا كده. هحطها هنا وتعمل له بقى change name server. بالفعل طلع لي رسالة ل change saved successful اللي هو تم خلاص. ومجرد بقى خلاص ما انت خلاص دخلت هنا الاسمين بتوع السيرفر نيم وطلع لك رسالة اللي تم التغيير بنجاح. تبدأ بس تدخل هنا على اللي هو الاكونت التاني وتعمل create account، تضغط عليها تاني تحت، هيبدأ خلاص اللي هو شال رسالة الايرور وحولك اللي انت خلاص بقى عندك هنا free host وعندك في دومين، الاثنين يشتغلوا مع بعض خلاص كده بالطريقه دي. يبدا يقول لك الكنترول اوبن كنترول بانل، الكنترول بانل اللي هتشتغل عليها ولا فيو، ولا تشوفه في فيو كلاينت اريا، تشوفه عند اليوزر اللي هيستخدم الموقع. انا ضغطت فيو كلاينت اريا طبعا لان لسه ما فيش اي حاجه شغاله دلوقتي، لسه ما دخلناش اي فايلات موجوده جوه الموقع. هنا بقى هنروح تاني على فيو كنترول بانل، يبدا يحول لي على الكنترول بانل هيشتغل عليها. حولني على الكنترول بانل اللي احنا هنبدا نشتغل عليها في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. استنوني في بقيه الحلقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.